الرئيس السيسي وولي العهد السعودية توافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي. مصر تؤكد استعدادها لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحها. منتصف ليلة القاهرة 9 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تبدأها الزميلة مدى سعيد. أهلا بك مدى. أهلا بك سارة، أهلا بكم مشاهدينا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسيع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويا مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، اطلع الرئيس على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، كما شدد على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر. كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزا طبيا في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ شمال سيناء ومطروح. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف استفادة جميع فئات المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفعالية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملف قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر مدينة النيل الطبية ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي ليصبح مركز تميز إقليمي، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، ذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانات الطبية والبشرية رفيعة المستوى. كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرس الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية. شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سكينة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العالمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية لإقامة ممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تم إطلاقه بناء على تكلفة الرئيس السيسي بتنفيذ برامج وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية، ويأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل. نتابع. اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من الأول من يوليو وحتى 31 من ديسمبر 2024. وخلال الاجتماع أوضحت مرسي أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة في تحقيق هدف بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية منها توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، موضحة أن الوزارة توسعت في تقديم خدماتها خلال الفترة الماضية، حيث تم إدراج أكثر من 271 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن.
عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق. وأوضح مدبولي أن الدولة قامت بعدة مبادرات عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعنية، مثل مبادرة كلنا واحد، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر. ووجه رئيس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا والتي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة. كما كلف مدبولي في السياق نفسه بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات، مثل توجيه قوافل طبية أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة عدد من تلك المشروعات قريبا. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية وعدد من ملفات العمل المهمة. استعرض الاجتماع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ومساندة المشروعات المتعثرة، وذلك بما يسهم في تقديم الدعم لها واستعادة قدرتها على الإنتاج والاستمرارية ويحقق المستهدفات المرجوة. خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن 49% من إجمالي عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موجه إلى المرأة، وأيضا 49% موجه لمحافظات وجه قبلي. وجه دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة. وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر 2021، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الأثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الأثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين الشعوب تربطها الأخوة والمصير المشترك. وشدد وزير الخارجية على أن السياسات الأثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهم في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
أدانت مصر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، استنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، كما شددت على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. جددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية، مطالبة الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي ومجلس الأمن بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. أمرت النيابة العامة بحبس متهمين إسرائيليين في وقائع تعدي بالضرب على 3 عاملين بفندق بمدينة طابة وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا يوم الجمعة الماضية بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابة بين المتهمين إسرائيليي الجنسية وثلاثة من العاملين بالفندق. على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق. فباشرت النيابة العامة التحقيقات وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف بينهما. هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، كما أكدت النيابة أنه جاري استكمال التحقيقات. حملة إيد واحدة هي مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري. تهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات. المزيد عن إنجازات الحملة بعد شهر من تدشينها في هذا العرض. حملة إيد واحدة مبادرة اجتماعية تنموية تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً في مصر، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً، تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، تقديم الخدمات الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، رفع الوعي المجتمعي عبر تنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية. حملة إيد واحدة مبادرة اجتماعية تنموية. المزيد بشأن إنجازات حملة إيد واحدة بعد مرور شهر على انطلاقها نتابع هذا العرض مع الزميلة نسرين فؤاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد شهر واحد من تدشين حملة إيد واحدة والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، نفذت الحملة العديد من الفعاليات لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً. فعلى مدار شهر قامت الحملة بتنفيذ عدة معارض للملابس لعدد 30,704 مستفيدين، فضلاً عن توزيع مساعدات غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة. الحملة أيضا قامت بإطلاق عدة قوافل طبية لعدد 197,063 مستفيدا، فضلا عن إجراء
العديد من العمليات الجراحية ل92 مستفيدا وتوزيع العديد من النظارات الطبية على عدد 7096 مستفيدا. أيضا تم توزيع وتصليح العديد من الكراسي المتحركة لعدد 21 مستفيدا، فضلا عن عمل قوافل بيطرية لعدد 37090 مستفيدا. وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. بالتأكيد قامت الحملة بتوزيع وجبات ساخنة لعدد 157557 مستفيدا، كما تم توزيع لحوم طازجة لعدد 19200 وأسرة واحدة مستفيدة، فضلا عن توزيع إعانات شهرية لعدد 3817 مستفيدا. الحملة قامت أيضا بإعادة إعمار منازل ل 493 أسرة مستفيدة، فضلا عن عمل وصلات مياه لعدد 2241 أسرة مستفيدة. كما شملت فعاليات الحملة أيضا تجهيز 500 عروسة بواقع 7 أجهزة لكل عروسة، كما تم توزيع شنط مدرسية لعدد 5085 مستفيدا، فيما تم تقديم منح لمشروعات صغيرة لعدد 3010 مستفيدين. تتمثل أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير سبل العيش الكريم لهم، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. كما تستهدف الحملة تمكين المجتمعات المحلية عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية ورفع الوعي المجتمعي عن طريق تنظيم برامج توعوية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز الفعاليات التي قامت بها مبادرة إيد وحدة بعد شهر واحد فقط من إطلاقها. شكرا على طيب المتابعة. نظمت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا للشباب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية في محافظة المنيا. يستهدف التدريب متطوعي حياة كريمة من جميع مراكز المحافظة من أجل تأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرات اللازمة وتعريفهم بأهمية المشروعات القومية الكبرى في مصر. احنا النهارده في تدريب فاليو اللي بتعقده مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع صرح الاكاديميه الوطنيه للتدريب، واحد من ارقى صروح التدريب في مصر، وفي استضافه مركز ابداع مصر الرقميه كريتيفا بالمنيا. وده نوع من انواع التدريب اللي بنقدمه للمتطوعين حياه كريمه من اجل تاهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات المختلفه، وبرضه اكسابهم معلومات مهمه عن المشروعات القوميه في مصر. المؤسسه تعقده بالتعاون مع الأكاديمية ومركز كريتيفا كنوع من التكاملية التي تصر عليها حياة كريمة في اشتراك كافة جهات الدولة من أجل نهضة مصرية في كافة المجالات. دورنا النهاردة كمؤسسة النهاردة اللي هو تدريب برنامج فاليو للشباب، مستهدف 120 شاب من محافظة المنيا من العدوى لدرمواس. طبعا دورنا النهاردة تنظيمي مع الأكاديمية الوطنية طبعا النهاردة، وبننظم اليوم بالنسبة لنا مجسم لفترتين للشباب، والنهاردة كان تواجد الشباب طبعا كلهم بدون أي استثناء النهاردة، وبنتمنى طبعا تكرار الشباب تبقى عندها القابلية أنها تحضر دايما تدريبات زي كده. النهاردة أول يوم من فعاليات تدريب الفاليو بالتعاون مع المؤسسة الوطنية ومؤسسة حياة كريمة. النهاردة كان أول محاضرة بنتكلم فيها عن ريادة الأعمال وإزاي أبدأ في العمل الحر. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 49 مليون و 174 ألف خدمة مجانية خلال 31 يوما، وقدمت المبادرة خدماتها في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الرعاية العلاجية، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2010 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1132 عملية ضمن قوائم الانتظار.
قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة إلى مقر الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة، حيث تفقد مختلف القطاعات والإدارات وحرص على لقاء قيادات الشركة والعاملين بها. عقد الوزير اجتماعا بشأن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة، استعرض خلاله نشاط الشركة واستراتيجية العمل في مجال التطوير العقاري ومشروعاتها الحالية والموقف التنفيذي، فضلا عن الرؤية المستقبلية والخطط التوسعية وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسي بمحافظة القاهرة يوم 5 سبتمبر الجاري. وخلال زيارته إلى غرفة التجارة القاهرة التجارية لعقد لقاء مع مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الغرفة من الشعب التجارية المختلفة والعارضين بمعرض أهلا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، قال وزير التموين إن الوزارة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة والمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية من خلال إقامة وانتشار المعارض السلعية الدائمة والمتخصصة. ويشارك في هذه المعارض وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية واتحادها العام وشعبها المتخصصة. وطبقا لتوجيهات رئيس الوزراء تستمر مواقع ومقرات هذه المعارض في تقديم الخدمات والسلع المخفضة للجمهور لتصبح معارض دائمة على مدار العام على مستوى المحافظات، على أن تتغير بها السلع حسب الموسم والمناسبة بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية والمحافظين. افتتح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو فعاليات الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة علاء عبد العزيز، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور نخبة من نجوم الفن. حرص وزير الثقافة على تكريم اسم المبدع الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، وكذلك على تكريم عدد من المبدعين ممن أثروا الساحة الفنية عربيا ودوليا، كما كرم شخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح. وتقدم للمشاركة في الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ما يقرب من 460 عارضا مصريا وعربيا وأجنبيا، كما اختارت اللجنة 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضا عربيا وثلاث عروض مصرية ليصبح إجمالي العروض المشاركة 26 عرضا مسرحيا. تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري وفقا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية براند فاينانس، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة. وأوضح موقع بيزنس انسايدر أفريكا المتخصص في التقارير الأفريقية أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 على المؤشر الذي يقيس 8 ركائز أساسية من بينها الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية والتعليم والعلوم والثقافة والتراث والحوكمة والإعلام والاتصالات والمستقبل المستدام والشعب والقيم. شدد محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي على سرعة نهو كل التجهيزات والاستعدادات بالمدارس وتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب خلال العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع له لمتابعة الاستعدادات النهائية بمدارس بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد. لفت محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم تشكيل لجانا للمرور على جميع المدارس للتأكد من اتخاذ كل التدابير
والاستعدادات النهائية داخل مدارس المحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة عدد 9 مدارس يجرى تطويرها في عدد من المناطق بجنوب بورسعيد. استشهد 6 فلسطينيين في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي وكما العدوان، موضحة أن 27 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. مجازر مستمرة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في أنحاء قطاع غزة، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية. طيران الاحتلال الإسرائيلي واصل قصفه العشوائي واستهدف صفد التي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما أعلنت طواقم الدفاع المدني أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها. وفي مجزرة أخرى، قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي تأوي نازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة عددا من الفلسطينيين. وفي مدينة رفح الفلسطينية سقط شهداء ومصابين بعد غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. استهداف منازل المدنيين مستمر من قبل قوات الاحتلال، حيث استشهد وأصيب العشرات بعد قصف أحد المنازل المأهولة بالسكان في منطقة التوبة بمخيم جبلية شمال غزة، كما استهدف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، غارات استهدفت مربعا سكنيا بمحيط مستشفى الدرة بحي التفاح بالتزامن مع غارات عنيفة تستهدف مدينة غزة. واقع مأساوي يعيشه أهالي قطاع غزة جراء استمرار العدوان في انتهاكاته السافرة بأنحاء القطاع وفي كل أراضي فلسطين. تتواصل في أنحاء قطاع غزة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أعلن ديباك كومار مسؤول منظمة الصحة العالمية أن حملات التطعيم في دير البلح تشهد إقبالا متزايدا من الأسر والأطفال. نحن في مركز النصيرات الصحي التابع للأونروا. لقد بدأ التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح بالمنطقة الوسطى، وفي هذا الموقع نشهد إقبالاً متزايداً من الأسر والعائلات، حتى الأطفال يأتون وهم متحمسون لتلقي التطعيم.
أظهرت عدة استطلاعات لنوايا أصوات الناخبين الأمريكيين تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في عدة ولايات أمريكية، فيما أظهرت استطلاعات أخرى للرأي تعادل المرشحين في الولايات التي تشهد معركة انتخابية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. أعلن الكرملين أن روسيا تعتبر كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة تعتبرها خصما يمكن التنبؤ بتصرفاته أكثر من المرشح الجمهوري دونالد ترامب. كما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا توجد آفاق لتحسن العلاقات مع واشنطن على أي حال. دعا رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيميغال إلى رفع القيود على استخدام بلاده الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا. وأضاف شيميغال أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها بالكامل وتدمير الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن روسيا تواصل هجماتها ضد المدن الأوكرانية، حيث تعرضت خاركيف والبنية التحتية المدنية للمدينة للهجوم مرة أخرى. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائري حول أوكرانيا. كما أضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة لديها موقف عدائي علني تجاه روسيا، بالإضافة إلى سعي واشنطن باستمرار الهجوم على مصالح روسيا والضغط عليها لعدة عقود. كما شدد على أن التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة لانتهاك مصالح موسكو تجاوز المستوى المستويات المقبولة. أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد المصابين في خاركيف نتيجة ضربة صاروخية روسية إلى 41 شخصا. وقالت إدارة منطقة خاركيف العسكرية إن روسيا ترهب خاركيف مرة أخرى وضربات على البنية التحتية المدنية عن المدينة. وكانت تقارير أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق وقوع سلسلة من الانفجارات في خاركيف بعد انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية، حيث ضربت القوات الروسية المدينة حوالي 10 مرات وسجلت 22 إصابة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك قد بلغت أكثر من 8500 عسكريا خلال محاولة التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية. ذكرت الوزارة أن الطيران الروسي قد نفذ ضربات على احتياطيات 11 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في 10 مناطق في مقاطعة سومي. كما أشارت الوزارة إلى أن عمليات الاستطلاع والبحث مستمرة في مناطق الغابات تحديد وتدمير المجموعات التخريبية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية. في تطور لافت للأحداث على الساحة الروسية، شهدت العاصمة موسكو والعديد من المناطق الروسية الأخرى هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيرات. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات كييف لحلفائها الغربيين بضرورة السماح لها بشن هجمات تستهدف العمق الروسي. المزيد في سياق هذا التقرير فلنتابع.
في ظل الدعوات الأوكرانية لحلفائها بالسماح لها باستهداف مناطق داخل روسيا، أعلنت السلطات الروسية أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً كبيراً بالمسيرات بعد إسقاطها أكثر من 150 مسيرة فوق 15 منطقة روسية، بينها 2 فوق العاصمة موسكو. وزارة الدفاع الروسية قالت إن العدد الأكبر من المسيرات، وهو 122 مسيرة، أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورنيغ وبلغرود المحاذية لأوكرانيا. ويأتي ذلك بعد أيام على استهداف روسيا لبنى تحتية أوكرانية للطاقة بأكثر من 200 من المسيرات والصواريخ في هجوم كبير، كما يأتي بعد قرابة شهر على إطلاق أوكرانيا هجوما في منطقة كورسك الروسية، رغم مواصلة القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية، وقدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود. من جانبه أقر قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسيكي بأن الوضع صعب في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي، لكنه أشار إلى اتخاذ جميع القرارات اللازمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت منطقة سومي الواقعة على الحدود بين البلدين، بينما تصدى سلاح الجو لطائرات مسيرة هجومية. وتقع سومي على الحدود مع منطقة كورسك الروسية، حيث توغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه مدينة بوركوفيسك، وهي مركز ذو أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا. ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اليوم الاثنين مشاورات مع سلفيه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد. ذكرت التقارير أيضا أن ماكرون يعتزم لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف من أجل التوصل لتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن فوز أي معسكر على أغلبية مطلقة. استهدف هجوم إلكتروني شنه قراصنة هيئة مراقبة الحركة الجوية في ألمانيا DFS ومقرها في مدينة لانجون بالقرب من فرانكفورت. قال متحدث باسم الهيئة إن نظام الاتصالات المكتبية لديهم تم اختراقه، وأشار إلى بذل محاولات من أجل الحد من التأثيرات إلى حد أدنى ممكن، مؤكدا أن حركة الطيران لم تتأثر وأنها مستمرة بشكل طبيعي. بعد خطاب قاتم حول الاقتصاد البريطاني لرئيس الوزراء كير ستارمر، زادت التوقعات باحتمال زيادة الإنفاق والضرائب بالموازنة المرتقبة بحلول أكتوبر المقبل. المزيد في هذا التقرير. حالة من الإحباط بين البريطانيين تسبب فيها خطاب قاتم لرئيس الوزراء كير ستارمر عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ملقيا باللوم على حكومة حزب المحافظين السابقة، ومحذرا البريطانيين من موازنة مؤلمة ستعلنها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في أكتوبر المقبل. خطاب ستارمر جعل البريطانيين في حالة انتظار لأخبار سيئة تمس الاقتصاد بصورة عامة وحياة الأشخاص مباشرة، إذ من المتوقع أن تكشف عن خفض في الإنفاق العام والتراجع عن بعض الوعود بالنسبة إلى الاستثمارات الحكومية بهدف خفض العجز. وعلى الرغم من أن الوعد الانتخابي الأول لحزب العمال كان إعادة إنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الإجراءات الحكومية المرتقبة من شأنها أن تضر بفرص النمو الاقتصادي بصورة عامة.
في الوقت نفسه ورغم وعود عدم زيادة الضرائب، فمن المتوقع زيادة ضريبة التركات والضريبة على أرباح رأس المال، لكن الأهم والأخطر والذي يمكن أن يزيد من غضب غالبية البريطانيين حيال الحكومة فهو زيادة متوقعة في ضريبة الحي، وهي ضريبة تحصلها مجالس الأحياء والبلديات من السكان في نطاقها غير ضرائب الدخل والتأمينات، إذ يرى البعض أن البيوت التي زادت قيمتها السوقية يتعين أن تدفع ضرائب أكثر. تحذيرات ستارمر دفعت الخبراء إلى التكهن بزيادة ضريبة الدمغة العقارية أيضا وتقليل حد الإعفاء الحالي وزيادتها بصورة واضحة على المشترين للبيت الثاني وعلى المشترين الأجانب للعقارات في بريطانيا، ومن شأن ذلك أن يحدث جمودا في السوق العقارية البريطانية، بخاصة أن نسبة كبيرة من النمو في السوق تأتي من مشتريات الأجانب للعقارات البريطانية. أعلنت اليونان عن فرض قواعد جديدة تحظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة في المدارس اعتبارا من الشهر الجاري، وتعتبر القواعد الجديدة ونظام العقوبات امتدادا للقواعد التي أعلنت عنها وزارة التعليم اليونانية في مارس الماضي، والتي شهدت طرد طلاب بسبب تصوير زملائهم في الفصل والسخرية منهم عبر الإنترنت في محاولة للحد من التنمر الإلكتروني. وسيتعين على طلاب المدارس في اليونان إبقاء هواتفهم المحمولة داخل حقائبهم في جميع الأوقات أثناء الدروس عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في 11 من سبتمبر الجاري. أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا أن أكثر من 65% من أولياء الأمور يشعرون بالقلق على أمان أطفالهم عبر الإنترنت، كما شمل استطلاع الرأي نحو 800 أم وأب لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما. كما أضاف أولياء الأمور في استطلاع الرأي أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت تمثل القلق الأكبر قبل التنمر. ورياضيا، شهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن انتظام اللاعبين في معسكر المنتخب في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 16 من سبتمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب. ومن المقرر أيضا انتظام باقي المحترفين في المعسكر خلال ساعات، وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش. قاد النجم الدولي محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز كبير خارج أرضه على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. سجل اللاعب الكولومبي لويس دياز الهدفين الأول والثاني للريدز بعد تمريرتين من محمد صلاح في الدقيقتين 35 و42، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد مانشستر عند 3 نقاط وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات. فإن صلاح قد أسهم في 18 هدفا ضد مانشستر يونايتد بالبريمير ليج، أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ. وعلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد الدوري الإنجليزي الممتاز بمحمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثالث خلال مباراته مع مانشستر يونايتد. وأشاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي بالنجم محمد صلاح كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد عبر التاريخ في البريمير ليج. تعادل فريق تشيلسي مع كريستال بالاس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد كريستال بالاس النقطة الأولى له في البريمير ليج.
وإلى أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبة على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبحالة الطقس نكون قد وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتوافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي. مصر تؤكد استعدادها لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا معكم في هذه النشرة، أنا مدى سعيد والزميلة سارة عبدالله. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.